أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر إذاعة صوت لبنان، حلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نضوي فيها عمل ملف كتير مهم، ملف الجامعة اللبنانية. هل فعلا في عنا عام جامعي؟ طيب رح تخلص السنة الحالية، يعني سنة 2021-22، بعد لهلأ الامتحانات ما خلصت، في عام دراسي جامعي؟ وين الخطر الكامن بتقليعة السنة الدراسية للجامعة اللبنانية؟ وين أموال البي سي آر اللي بدنا نقول نهبت أو حجزت؟ شو رح يصير باللجنة المنبثقة عن لجنة التربية اللي عم بتتابع هالموضوع؟ ما هو المسؤول عن هالملف؟ النيابة العامة المالية شو دورة؟ وزارة الأشغال شو دورة؟ المديرية العامة للطيران المدني كمان شو دورة؟ ملف الجامعة الوطنية بخطر. اليوم رح نفتح الملف، نعالج كل الأمور ونشوف السنة الدراسية الجامعية لوين وصلي. النقطة كمان اليوم الثلاثاء، الكابيتال كنترول. شو رح يصير اليوم بالكابيتال كنترول؟ ليش الدولة يمكن راحت أبعد ما هو مطلوب منها بصندوق النقد الدولي؟ كمان بدها تحمل مصارف، وكيف رح يستفيدوا المودعين؟ وهل في كابيتال موجود ليكون في عنا كنترول؟ شو هالبدعة؟ كمان هيدا عنوان رح نضوي عليه. قبل ما نضوي على هالعنوانين، بدنا نقول مقابل ساعة أو ساعتين من الكهرباء رح يدفع لبنان مليار دولار. مقبول؟ يعني ساعة أو ساعتين من الكهرباء لبنان رح يدفع لكتير. واللي صرفوا أموال الكهرباء صرفوها على السمسرات والصفقات، وما إجت ساعات زيادة للتغذية، والحجج برفع اليوم التعرفي بوقت لا تنظير ولا أرقام موجودة اليوم عن اللبنانية. وحسب ما عم بينقال مبالغة بالشكوى موجود، أبعد من هيدا كله هو الوضع بتفاصيله الصغيرة اللي عم بيعيشوها اللبنانية كل لحظة، وعم تحفر بأعصابهم وصبرهم وقدرتهم على التحمل. صورهم، صور اللبنانية بعدها خفية على المسؤولين وعلى لبنانيين آخرين. هيدا واقع لكتير من المواطنين، ما كانوا هني أبدا لا فقراء ولا معوزين، ومنهم لاجئين أو مشردين. هن يا جماعة مواطنين مستورين، رميوا فيهم المسؤولين بلهيب الجحيم، وعم بيتلووا بنار الجحيم اليومي. بس اطلعوا فيهم، شوفوا وين قاعدين. هن قاعدين مستورين عم بيتلووا، والمعنيين هاملين. خلينا نحكي اليوم عن ثلاثاء الكابيتال كنترول. رح ينضم لنا هلأ المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية والأجهزة الرقابية التابعة لها، المحامي الدكتور باسكال ظاهر. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. يا أهلا، صباح النور ست نوار. تناقش اللجان النيابية باجتماع اليوم ملخص مداولات عدد من الخبراء والمتخصصين حول مشروع القانون الهادف إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويل المصرفية والسحوبات النقدية. بس دكتور باسكال، يعني وينو الكابيتال لحتى نحن نحكي عن الكنترول عليه؟ بعد في كابيتال موجود؟ يسلم تمك. هذه النسخة المعروضة من خلال ما نم يعني ما نسب عن غير حق إلى متخصصين عم بيحاولوا يتخبوا وراهم، بنقول لهم وبنقول للشعب إنه هذه السلطة المارقة عم بتحاول من خلال هالمشروع القانون ترجع تمد اليد على المبالغ اللي بده يضخها صندوق النقد، من خلال تفرقتها ما بين شيء اسمه فريش هالبدعة هاي، وما بين شيء اسمه دولار قديم موجود بالنظام. هذه السلطة تسعى بجهد إلى مد اليد وإعادة نهب ما سيتم ضخه. من هون إحنا نلفت نظر صندوق النقد لهذا الموضوع، لأنه يكون متنبه، لأنه هدفه لما يضخ يحمي الدولارات اللي بده يضخها داخل هذا النظام، مش يسمح للسلطة ترجع تنهب وترجع تحول لبرا. هذه نقطة كتير مهمة. من هون موضوع التفرقة ما بين الدولار الجمرك، عفوا الدولار الفريش وغير الفريش، هيدا هون خطورته، يجب على الكل أن يعي ذلك. النقطة الأهم اللي تفضلتي فيها حضرتك ست نوال، إنه هل يجوز إنه تفرضوا كابيتال أو كنترول على كابيتال مش موجود؟ تفضلوا كونوا صادقين مع ذاتكم
أقرر رد الأموال التي جرى نهبها وتهريبها إلى الخارج حينما أطفلت المصارف. تفضلوا، يعني ما بيجوز فرض شيء غير محق على الشعب، وهن أصلا فارضين كنترول عليه، مش كنترول، احنا قطعنا الكنترول ست نوار من خلال هذه التعاميم غير المشروعة، صرنا عم بنمارسوا هيركات رهيب ما مورس بتاريخ البشرية، عم بيمارسوا هيركات على المودعين، عم بيعيدوا هيكلة الدولة اللبنانية وديونها من مال المودعين ومال الشعب من خلال هذا التضخم، والخطورة انهم عم بيثبتوا هالمخالفات من خلال هذه النفقة الهرطقة التي يجري التداول بها. يعني نأسف انه وصلنا لمرحلة الدولة الآن تصر برجالاتها وبسلطاتها على ذبح ونهب الشعب اللبناني، على مد اليد بصورة علنية على جيوب الشعب اللبناني. نرجع منأكد من خلال حضرتك، الدولار لا يسدد إلا دولار، بدهم يفهموها، بدهم يستوعبوها. كل هرطقات اللي عم بيعملوها لن تستقيم، وسيأتي يوم بإذن الله حينما يقرر القانون الإصلاحي الأوحد بالدولة اللبنانية يلي هو استقلالية السلطة القضائية، وسيأتي هذا اليوم وسنعيد كل قرش جرى نهبه من جيوبهم، لأنه ما بقى يجوز لا، وضمين بند حامل مصارف من الدعاوي. هذه المقاربة البدعة التي يقوم بها مجلس النواب والمصارف، يا عمي منقول لهم روقوا شوي، هذا القانون قانون استثنائي ويطبق على الدعاوي، يعني ما في داعي لتقيدوا الحقوق وتعملوا لجنة غير مستقلة تنظر بحقوق المودعين طالما أنتم مرتاحين لهالنص. إذا كان النص استثنائي يطبق على شرط يطبق أمام المحاكم والدعاوي، نعم، بس على شرط أنه يكون متوافق مع الحقوق. شو بده المودع إذا قلت له أنت بتسحب دولار فريش من وديعتك كل شهر هالقد، وأنا بدي نطرك فترة زمنية سنة مثل ما بيقولوا، ما عنده مشكلة المودع ما عنده مشكلة إذا في أمل لإعادة المال، إنما لا أمل، لأنه هذه السلطة هم اللي افتعلوا المشكلة، هم اللي نهبوا وعم بيلبسوها للشعب وللمودعين. يعني نعم، خلينا نقول حتى يكون يعني مشروع القانون عادل لازم يترافق مع مادة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة حتى يكون القانون عادل. هلأ اليوم الحكومة يعني اليوم ذهبت أبعد من المطلوب منها من صندوق النقد الدولي، يعني اليوم كل اللي اشترطوا كان وضع ضوابط على التحويلات، مش فرض قانون يحمي المصارف ويضمن استمراريتها، مش هون التوب؟ نعم. وفي نقطة مهمة حضرتك يعني لفت النظر لألا، موضوع اللي عم بيقولوا انه نحن حولنا ونحن بنظام ليبرالي حر، من قلهم ويفهموها، النظام الليبرالي الحر لا يعني تشريع ارتكاب الجرائم، لا يعني ارتكاب جرم الدليل نسيه، جرم التداول من الداخل، حينما كانوا يعلمون هن داخل النظام انه في أزمة ومنعوا واستفادوا من هالمعلومات وهربوا أموالهم الى الخارج ومنعوا الشعب كله، استثنوه كله، ضبطوه ومدوا ايدهم عليه، هون في ارتكاب جرم، رد المبالغ التي هربت إلى النظام واجعل السواسية وفقا للدستور مطبقة على الشعب برمته، وساعتها رد من الوديعة هلقت باط رأس المال، بس ما فيك ترتكب الجرائم وترجع تجي بدك تحملها للمودعين وللشعب. هذه نقطة لفتت لها كثير مهمة في النوال، وأكثر من هيك بعد، هذه النسخة شرعت استثناءات غير محقة، بدهم بعد يفيدوا بموجب هذه المافياوية اللي ماشيين فيها بالسلطة لأشخاص تابعين لهم، بعد بدهم يستثنوا من بعد كل شيء صار. أنا ثلاث سنين عم نقول عملوا من أول الأزمة إنه عملوا كابيتال كنترول. شو هو الكابيتال كنترول؟ قيد على التحويل، قيد على السحوبات، ما صارت كلها برا، ظهروا المبالغ لبرا، وهلأ عاملين قانون هو اسمه كابيتال كنترول، بس هو تشريع مخالفات ما خصوا بالكابيتال كنترول للأسف. ومشكلين لجنة غير مستقلة، هون في نقطة مهمة، بدك تشكل لجنة مستقلة من أشخاص عندهم ثقة أمام الشعب وأمام حركة المال، مش تجيب ناس منضويين بالأزمة عم بإيده المغموسة بالأزمة وعم بيشرعوا هضم حقوق الشعب وحقوق المودعين وتعينهم هني على رأس لجنة بدها تقرر بحقوقهم. لا يجوز. القانون الدولي اتطور وأنشأ لجان مستقلة وظيفيا وماليا ومستقلة واقعيا، مش مربوطة مثل هيئة التحقيق الخاصة يلي برئاسة الحاكم يلي ما بتمارس دورها لأنه ما في استقلالية وظيفية. ست نوال،
نعيش في ظل هرطقات قانونية فاحشة للأسف. نعم. أنا اليوم يحاولون تمرير وصمة عار على تاريخ الجمهورية اللبنانية. يجب أن ينتبهوا أن النقابات والجمعيات والمذيعين لهم بالمرصاد. نعم، بس نقابة المهندسين يعني بدها تكون هي مستثنات من قانون كابيتال كنترول. على كل حال نحن منشكرك المتخصص بالرقم. نحن منضويين لنقابة المحامين يلي هي أم الدولة اللبنانية. نعم. أنشئت قبل إعلان دولة لبنان الكبير، أنشئت ب 1919 هذه الدولة اللبنانية بنت لنقابة المحامين، وما رح تترك الساعة. ما رح تترك الساحة بوجود النائب ناظر كسبار. شكرا لك. الله يخليكي. المتخصص بالرقابة القضائية على المصارف الدكتور باسكال ضهر رح ينضم لنا، عضو تكتل قوى تغيير النائب ياسين ياسين. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، صباح الخير إليك المشاهدين ولا المستمعين. ثلاثاء الكابيتال كنترول اليوم بمجلس النواب رح يمر. الحقيقة أول شيء تحية للمتظاهرين خارج البرلمان اليوم يلي بدهم يجتمعوا، وهذا دليل أنه نحن امتداد لما يقوم به الناس في الشارع. هذا الكابيتال كنترول يعني يلي مسمى كابيتال كنترول لحماية المودعين، ما هو إلا لحماية المصارف وحماية وبيعمل العفو عما سبق عما مضى. يعني ما رح يمر برأيك؟ ما رح يمر اليوم؟ أبدا ما رح يمر. نعم. إطلاقا. نحن له بالمرصاد. نحن بدنا قانون كابيتال كنترول حقيقي لينقذ البلد مما نحن فيه بعد 30 شهر من انتظار. المفروض الكابيتال كنترول يصير ثاني يوم من الانهيار، مش بعد 30 شهر أو أكثر. يعني نحن بنعرف بقبرص لما صار الانهيار ب 72 ساعة عملوا الكابيتال كنترول لحتى ما تتهرب الأموال وتحول إلى الخارج. نحن شو اللزوم؟ هل اللزوم ما لا يلزم أم أنه مطلوب منا يعني من صندوق النقد الدولي من الحكومة اللبنانية أنه يكون عندنا كابيتال كنترول؟ نحن أمام مشكلة. نحن إذا يعني بدنا نعمل كابيتال كنترول مثل ما تفضلتي، كان المفروض من أول يوم. بما أنه ما حصل الشيء، لازم يصير في طريقة مختلفة بالتعاطي مع هذا الموضوع. لازم يكون أمور أخرى، لازم تكون باكج كاملة، لأن الناس ما عندها ثقة أصلاً بما يحضر لها بالمستقبل. لازم نضع ضوابط وتكون هذه الضوابط مدمجة مع هذا القانون. مثلاً محاسبة من ساهم في هذا النظام البونزي اللي وصفه البنك الدولي في تقرير البنك الدولي، وصف إنه هذا بونزي سكيم. وبعدين يعني صدق المتنبي وقت قال إنه أنت الخصم والحكم. اللجنة اللي عم تنبثق من هذا في هذا القانون هي لجنة لا تتحمل أي مسؤولية، يعني ما عم نحبوا هاي مسؤولية. ما في يعني هذه شريعة الغاب، إنه ما بتقدري تحاكمي الجلاد يلي ساهموا أو تقاعسوا أو بسرقة أموال الناس. نحن لو أمام استثمار بيقولوا خسائر، بيسموها خسائر. الخسائر هي إنه نحن نستثمر أموال وتخسر، هذه ليست خسائر، هي سرقات وبونزي سكيم وأموال تبخرت من المصارف بليلة، واليوم عم بيحاولوا يقونوا ويحموا من ساهم. يعني الجلاد واللي ساهم بهذه السرقات ما زال موجود، فبالتالي لازم يجب محاسبته. وبعدين ما بلش بكابيتال كنترول، بنحط ضوابط أخرى. عندنا أسعار سعر صرف مختلفة، خمس أسعار سعر صرف، وبنفس الوقت هذا القانون بيروح بيستعمل منص صيرفة يلي بده كمان ضوابط. شغلات كثير يعني. نعم، فيها كثير. نعم، في مخالفات قانونية داخل، بس اليوم. نعم. يعني أنتوا متضامنين عدد كبير من النواب لحتى تسقطوا هالمشروع القانون بالضربة القاضية كما حصل في المرات السابقة. للحقيقة ماني عم لاقي أي حدا عم يدافع عن هذا القانون حسب معنا. بس إله باي وإله أم. إله باي وإله أم. أكيد الفساد بلبنان إله باي وإله أم كمان. نعم. وحركة دايما الحجة إنه صندوق النقد الدولي طالب منا يكون عنا قانون كابيتال كنترول. هيدي هي صحيحة هالمعلومة بهالشكل؟ يعني إنه نحن ما رحنا أبعد من هيك؟
نحن كل ما دق الكوز بالجره بنقول الصندوق النقد الدولي طلب منا كذا. طب نحن اللي عايشين بهي الازمه، نحن اللي لازم يكون عندنا خطه تعافي، نحن اللي لازم نقوم بهالشيء، مش ننتظر صندوق النقد، مع انه نحن صرنا بمرحله بحاجه لصندوق النقد، خصوصا بعد ما ان انتظرنا 30 شهرا او اكثر لاقرار او لتقديم قانون كابيتال كنترول. يعني اليوم خلينا نختصر، هو تشريع الحالي الراهنة، يعني هن كل الهدف ينقض المصارف ويبقي ايد الدولة ترجع تتصرف بيلي بدهن دون محاسبة احد. الموضوع انه في اموال سرقت ويجب محاسبة هؤلاء الناس. يعني لا مشروع لقانون كابيتال كنترول ولا قانون قبل إعادة الأموال المهربة والمحولة. يجب نعم، يعني يجب محاسبة. تيكون عندنا كابيتال لنحميه، مش هيك؟ 100% 100%. يعني هم عم يحاولوا أن إعادة إحياء نظام مصرفي موازي مكان النظام المصرفي المنهار دون وضع أي ضوابط واضحة لهذا النظام المصرفي الجديد. يعني شو الاستثمارات لهذا النظام المصرفي اللي عم يحاولوا يحيوه؟ هل سيعيد، شو الضوابط؟ هل سيعيد أن تمويل مصرف لبنان، وبالتالي مصرف لبنان تعيد تمويل الدولة اللبنانية؟ يعني ما عم نشوف أي ضوابط إطلاقا، وخصوصا أنه اللجنة اللي ستنبثق من هذا المصرف لجنة من مكونة من حاكم مصرف لبنان، من خبيرين مثل ما بنعرف، من اللي خربها، من اللي خربها، هن اللي خربوا، هي بمثابة الباب العالي، ما حدا بيقدر يحاسبهم. وما في مودعين، ما في، أين المودعين من هذه اللجنة؟ يعني إذا هن هاي اللجنة هي اللي بدها تحدد الاستثناءات لتحويل الأموال أو لنقل الأموال، أين المودعين من هذه اللجنة؟ مش موجودين. فبالتالي هذا أقل ما نقول، إنه قانون ناقص لن يمر وغير مقبول على الإطلاق. بقى إذن كل هالحركة اللي قاموا فيها المستفيدين رح تكون بلا بركة، ولن يمر مشروع قانون الكابيتال كنترول باللجان النيابية اليوم، ونقطة على السطر، مش هيك؟ 100%. شكرا لك النائب ياسين ياسين، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، ملف الجامعة اللبنانية والأخطر اليوم، من اليوم ينهب أموال الجامعة اللبنانية؟ وين النيابة العامة المالية؟ وين المديرية العامة للطيران المدني؟ وينك يا وزير الأشغال؟ بتتألف لجان وبتعقد اجتماعات وتؤجل بالجلسة الثانية والثالثة، وفي عام دراسي جامعي اليوم. هل رح يكون عندنا فعلا عام دراسي جامعي؟ اليوم رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدرام هو ضيفنا. فاصل ونتابع.